تمكنت قوات الشرطة من إحباط عملية هجرة غير شرعية كانت بصدد الإقلاع من شاطئ سيدي مجدوب بمستغانم. تم ضبط قاربين للصيد مزودين بمحركين من نوع يامها بقوة 40 حصان، بالإضافة إلى 10 صدريات للنجدة، بوصلة، جهاز تحديد مواقع جي بي اس، قارورة طلاء تستعمل في إخفاء الأرقام وأسماء القوارب عند الإقلاع، وكذا حقائب ظهرية. بعد تمشيط المكان تم ضبط مركبة من نوع رونو كونفيس مركونة بالقرب من الشاطئ، على متنها رجل وامرأة، كان بحوزتهما معدات للسفر.